صاحب العنبر اللي بنزوره دلوقتي في المنيا هو الحاج محسن زين، تاجر دواجن قديم. هو في الأصل مربي كبير وتعرض لخسائر ضخمة سنة 2006 بسبب التربية الأرضية، لكن راجع بقوة بعنابر MI الأوتوماتيك. مفيش أروع من كده، سلمهم أرض فيها كهرباء وماسورة مية واستلم عنبر 5 نجوم. ركزوا معاه. محسن محمد عبد محسن، الشهرة محسن زين، بقالنا كده 25-26 سنة في مجال الدواجن. من 2006 اتجهنا للتجارة، بالنسبة للتكلفة بتاع الأرض زادت علينا وبتاع والمصاريف. ابتدينا لما روحنا المحطات طبعا في التجارة بنخش كذا محطة وهنا والشركات وعنابر برضو أهالي حديثة. رجعنا تاني للتربية عشان احنا أصلا مربيين، لما شفنا نظم حديثة بدأنا ندور ونبص. طبعا بالنسبة لخبرتنا احنا بنخش العنابر والبتاع، العنبر اللي بنلاقيه كده مثلا ده دخل دماغنا وشغله مظبوط، بنسأل المهندس اللي ماسك العنبر مثلا ده عاملينه فين، شركة ايه، مصنع ايه، بناخد بيانات كده. وقعدنا ندعبس كده ونشوف الشركات وناخد بيانات من دوا ونتفرج على العنبر دوا كده ونصوره. جابلنا البشمهندس محمد مامون وشفنا الخامات ولقيناها هي يعني مثلا انضف خامات موجوده في السوق. رحنا المعرض بتاعه هناك ورحنا المصنع واتفقنا على كل حاجه، وجينا هنا سلمناها الارض. جه المهندس الانشاءات طبعا البشمهندس احمد وابتدى يشتغل في الارضيات في الاول في السيميلات والارض، وبعد كده عملوا لنا العمدان والهنجر. كل حاجه يعني كده شفناها موجوده على الطبيعه في العنابر اللي شفناها قبل كده واتفقنا عليها في العقد، لقيناها الحمد لله تنفذت، وفي حاجات زياده ما كناش متفقين عليها كمان. طبعا جه البشمهندس اشرف واخد بال حضرتك، ده معانا من اول ايه ما استلم الهيكل نفسه كده على اساس شغل البطاريات، ومدينا ضمان 12 سنه على العنبر والتشغيل 6 شهور، وتكلفه يعني اقل زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اقل من اللي بره، اقل من السوق. عشمانين في ربنا يعني خلال سنه ان شاء الله ربنا يكرمنا ايه باستعاده المبلغ باذن الله.